رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. باب ما لا يستنجى به لنجاسته. وباب يهي ما لا يستنجى وحلو استيشونين به إسغة لنجاسته نجاسة نمت كيس درتت يعني وحيالا اينا بنانين ان لغو استيشيستو صوبتنا اي تهي انو نجاسيه تاسو بابي وتلمام يا شيخو وحيالا لغو استيشيستن ايو اما هن نقضو وحي انققناء اللي اسكمرين اي سحرة دي اكاديدة اما كي كلا بهن نقضي إنه شيء طاهر يهي أو سن نجاسة هين أي شرط يه رنت أصوت المامي. عن المسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي نبي قايمد صلى الله عليه وآله وسلم الغائط حاجة قدت كي أيو يمد أما ما يشكو حاجة قدني، فأمرني وحو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه إن أولئي ما دون أكينه بثلاثة أحجار صدح دقحوت صدح دقح دقحيال صدحين أنو كانوا أي نبي يا أمري صلى الله عليه وسلم، فوجدت وحن هليبو لحجرين لو دقح والتمست وان راديي وان ضلبي الثالثة كي صدحات فلم أجد ما أن هلم بوري وان واي وان راديي وسواي، فأخذت وحن قاتيب روثة صالو أيان قاتي فأتيته مركزان لئمد أتيته نبي قال لئمد بها إيدي، فأخذ مركز النبي قاتل بمعنى لودي دقح الصالة دي سقو إسلو وضبو نبي قو كان صلى الله عليه وسلم، فأخذ وحو قاتل النبي قو الحجرين لودي دقح وألقى وحو توري الروثة الصالة دي نوا توري، وقال وحو للنبي قو صلى الله عليه وسلم هذه مدني ركس وقرون واي أما واني تشاسو. روى حوري أحمد وأحمد باوري والبخاري يا بخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي، وزاد وح زياديي نسائي، وزاد وح زياديي فيه حديث كالحديث أحمد وأحمد وح كزيادي في رواية رواية دحدد والله أحمد سبناتي وح دحدد كزيادي إن النبي يقول صلى الله عليه وسلم ائتني إيكن بحجر دقح إيكن، بمعنى ائتني بحجر تنضم بوحل قوضة مركو صالة ذي توري dhagixii saddexaad buu dib ugu diray oo yidhi tan iga daaye ii keen dhagax kii saddexaad wey marka ee booskiisa uu saalada soo qaaday. Saaladii markii uu diiday riwaayada axmed waxay ku dartay inuu yidhi ii keen dhagax ii raadi macna ii tini bixajar ziyaadada waxa iskale axmed baa iskale fi musnadihi. Ayib dariiqaasina wuxuu leeyahay xaafidku rijaalu thiqaad buu leeyahay inkastoo قاركود إليهين محمد بن إسحاق وعلقما كورنا يا كوتشرا كما سيوصل مقلين بليه لكن دود با كوتشرت المهم وحويان ويسوغنت حديث كان ماشي اللي قد ليشنا يا وحوي النبي صلى الله عليه وسلم مركي سالة الله كاني ويسكع عليي وحو عليين وحويان اني سالة بمعنى نجاستها وحو كو عليي هذه ريكسون ريكسيغانا لقاء هان وحي لما عنتها هاي ريتشسيغا ان جيم لغا عبيرو يا ان كاف لغا عبيرو واسكوميت ريكسون يا ريتشسون لوض واسكوميت ساس دلاديد ووحا كسو عرورتي ابن ماجه يا ابن خزيمة وحي كوريين لفظيغا هذه ريتشسون او سينة وي كوريين معنى لها جيم ابي كوريين معنى مركا واسكوميت ريتشسيغا مركا وحيالها مستقدر كإيه قرن كوا ليدها وحكلو ليدها دان نجاسة دان والدا وحقو إمامكو الشيخ هذا وطا إني بمعنى نجاسة لقوض على هذا الأساس مركو حولي هاي الشيخ ليس قطي ريسا كاذيدا إيو سحرادا ليس قطي ريو اللي قستي تشون إيو وإنو طاهريه حدوثا طاهر أهين بمعنى استيشادا مقود إيو سيدانا والاسكوا فقسين هايو خلاف كما تشيرو شيء نتاسا إنا لغو دهارا قادن كر
biyo nijaasa ana wax ma taahiriyaan, dhagax nijaasa ana wax ma taahiriyaan. Taa iyada hadal kama taagna, laakiin doodu waxay ka taagan tahay xadiidkani dilaaladiisa uu macnaha ku tusayo baa laga doodsan yahay. Maxaa yeelay saalada nebigu markuu iska celiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh, laba ciladood baa ku celiyey, waa rijsi waa yidhi, rijsiguna qudhunna waa noqon karaa, nijaasana waa noqon karaa, nas kuma aha nijaasanimada. Waxaa kaloo soo marnay inuu nebigu ku celiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inay saaladu tahay jinka xoolahooda inay cunto u tahay, soomina soo maray, tacliilkaana waan soo marnay. Marka nas kuma aha masalada xadiidku, laakiin masaladu waa masale laysla ogol yahay shay nijaasa inaan lagu istijoon karin. Waxaa kaloo deliishaday xadiidkan bilmunaasaba culimmada qabta waxyaalaha noolaha oo dhan wixii ka soo baxa xataa xoolaha hilibkooda la cuno saaladoodu inay nijaaso tahay qolyaha qaba ayaa deliishaday, oo waxay u deliishadeen xoolaha la dhaqdo kaadidooda waa kan soo marnay, saaladooduna waa nijaasi dhehen. Xadiiskani u deliishadeen faakhadtu rawthatan bay dhehen. Laakiin waxaa radinaya madhabka isaga ah, waxaa ku yimid cinda ibnu Khuzayma in uu rawthada iyo saaladu inay ahayd rawthatu ximar, dameer saaladii bay ahayd. Dameer saaladii hadday ahaydna dameer hilibkiisa lama cuno. Xadiidka keliya waxaa loo deliishan karaa waxyaalaha hilibkooda aan la cunin inay saaladoodu ay tahay nijaaso tahay, ama kuwa hilibkooda la cuno xadiisku daliil uma aha. Lafdigaas ibnu Khuzayma baana caddaynaya macnaha rawsada in laga wado dameer rawsadiisa macnaha. Tayib, waxaa kaloo xadiidka yacni qaybtiisa hore deliishaday culimmada qaarkood oo yidhi dhagaxyaanta lagu istijoonayo labaa lagu kaaftoomi karaa, waxayna yidhaahdeen xadiidku wuxuu sheegay laba dhagax markuu nebiga u keenay sallallahu alayhi wasallam saaladiina uu tuuray inuu labada un ku kaaftoomay. Laakiin qoladaana waxaa radinaysa ziyaadada axmed ee tilmaamaysa inuu nebigu yidhi dhagax saddexaad ii raadi, qoladaana taasaa radinaysa. Waana soo marnay masalada iyada. Baabul istinjaa'i, istijaysigii buu baab u yahay, bilmaa'i biyo lagu istijaysto. Abwaabtan hadda soo marayna waxa weeyaan in lagu istijaysto dhagaxyaasha iyo wixii la mid ah, in biyo lagu istijaysto ma banaanta mise ma banaano waay, saddex suuro waay, inaad dhagaxa bas isticmaasho iyo wixii la mid ah, ood biyaha ka kaaftoontoba iska badayso, ama biyahaasi ha kula yaaleenoo hayso, ama muxuu ahaayey u baahnow ama ha u baahnaanin, ama hel ama ha helin, inaad iska bedayso ku gaabsato, taasi waa mid. Midda labaadna inaad biyo keliya isticmaasho ooda wax kaleba isaga zuulinin oodan isticmaalin. Ta saddexaadna waa inaad labadooda kulmiso, oo intaad kaadida iyo saxaradii isaga fududayso marka hore, waraaq ama dhagax isaga fududayso markaa kadibna inaad biyaha ku dhaqdo. Saddexdaa xaalo waa, saddexdoodaba khilaaf baa ku jira, mid laysla ogol yahay ma jirto, saddexdoodaba khilaaf baa ku jira. Tayib, tan hadda meeshan uu kaga hadlayo marka baabul istinjaa'i bilma, biyihii oo lagu istijaysta wa. An Anas ibnu malikin qaala, wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam yadkhulu, mid gala ayuu ahaa alkhalaa'a, meesha cidlada ah ama meesha lagu xaajo kuto ee lagu cidlaysta ayuu geli jiray nabigu sal alay slam. Yacni alkhalaa'aasi marna waa kan soo sheegnayo waa meel dhisan oo la galayo oo lagu cidlaysanayo, marnaba markuu ruux banaankiisa u baxo oo dadka indhahooda ka tago oo khalaaba iyadana la yihahda macna, yacni meeshaa lagu xaajo gudanayo. yadkhulu, mid gala ayuu ahaa alkhalaa'a faaxmilu, markaasaan xambaari jiray ana aniga iyo wa ghulaamun, wiil oo naxwi anigoo kale ah, naxwi aniga da'aadaydoo kale ah wey macna, idaawatan ayaan xambaari jirnay weel yar oo min maa'in biyo ah. Idaawadu waa weel yar oo harag ka samaysan oo inta badan weysada iyo lagu shuban jiray. Tayib, waa uba weysadii inaga agteenna birta ka ahayd oo harag laga dhigo kale macna. Tayib, min maa'in biyo ah, idaawatan baan xambaari jirnay oo min maa'in biyo ah, wa canazatan iyo ul bir leh, fayastanji, markaasuu istijaysan jiray bilmaa'i, biyuhu ku istijaysan jiray. Canazaduna waa ul gaaban oo waranka ka gaaban, sida waranka oo kaleetana afka bir ku wadataa la yidhaha canazada.
eebada qaar baa ku sheega, qaar murjin bay wadaadadu dhahaan, adiga waa ul uun bir gadaal kaga jirta wa taasaa la yidhahdaa canaza. Muttafaqun calayhi, saddexdii baa soo saaray. Xadiidkani wuxuu tilmaamaya ama loo deliishanayaa inuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu biyaha ku istijoon jiray, saasuu ku cadi. waxaana sidaa qaba jamaahiiru ahlilcilmi oo yidhi biyaha keligood baa lagu istijoon karaa oo lagu kaaftoomi karaa. arrintaana waxaa xoogaa ka yara biyo diidsan culimmada salafka qaar ka mida oo biyaha isticmaalkooda waxay leeyihiin ma jirin dhagaxa la isticmaalay leeyihin. waxaa ka mid a xudayfat bnu lyamaan oo kale oo waxaa ka asaxay bisanadin saxiix inuu dhihi jiray haddaan biyo keliya isticmaalo urkii baa gacantayda kusoo hadhahay, yacni urkii ma zuulayo. sidaas daraaddeed waxoogaa wuu diidi jiray. waxaa ka mid a cabdullahi bni cumar radi allahu tacaala canhu oo aan isticmaali jirin. waxaa ka mid ah saciid ilmusayib oo dhihi jiray waa wuduu'u nisaa, biyo laysku dhaqdhaqo waa dumar isdaahirintood wey, dumarku khaas ku yahay buu dhihi jiray. adiga rag baa tahay maxaa dabada biyo umar marinaysaa buu dhihi jiray. marka saciid musayib sayid ulfuqaha wey, sayidu taabiciin wa. marka culimmadii salafka qaar ka mid iyo saxaabadii baa qabay inaan biyaha la isticmaalin oo lagu gaabsado keliyata dhagaxa lagu gaabsado, saasay qabeen. qolyahaasi marka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa taasi waa aaraa saxaabada qaarkood iyo taabiciinte, laakiin masaladu daliilkeedu waa cad yahay oo nebigu sal alay wasalam biyuhu ku istijaystay. hadduu nebigu ku istijaystana dee war male masaladu saasi macna, ama wuduu'u nisaa ha noqoto ama gacanta waxaa kusoo hadheene, nebigu hadduu isticmaalay ba masaladu waa mashruuc. keebaa fadli badan ha laga doodo marka. wa can mucaadata binti cabdillaah can caaishata radi allahu canha annaha iyadu qaalad waxay tidhi, qultu waxaan idhi qaalad waxay tidhi caaisha, murna dumarkiiyow amra aswaajakunna raggiinna waxaad amartaan an yaqsiluu inay dhaqaan canhum xaggooda athara alghaa'iti saxarada raadkeeda walbowli iyo kaadida, kaadida iyo saxarada waxaa raadka ka soo hadhay oo urka ah, ama meeshii ay ka soo baxeen waxa ku soo hadhay iyo raadkaasi raggiinna amra inay iska dhaqaan dumarkiiyow, oo raggiinna u sheega istijaysta dhaab iyo ku istijaysta. maxaa yeelay fa innaa annagu nastaxyii waanu xishoonaynaa minhum xaggooda ah. fi riwaaya kale waxay ahayd nastaxyii an nanhaahum can dalika, haddaanu waan dumarkiinna waanu ka xishoonaynaa rag yacani ajaanib ah oo ajnabi naga inaan nidhaahno war biyo dabada isaga dhaqa oo biyo ku istijaysta, waxoogaa waa ka xishoonaynaa ee idinkay raggiinni yihiine arrintaa gaadhsiiya, bay tiri caaisha radi allahu canha. fa innaa annagu nastaxyi waan ka xisoonaynaa minhum xaggooda wa ina rasuula allahi sal alay wasalam rasuul allana kaana wuxuu ahaa yafcaluhu mid sameeya, mid biyaha ku istijoodu ahaan jiro sidaa yeela oo sameeyey. marka raggiinna amra bay leedahay dumara oo u sheeg. rawa waxaa wariyay xadiidka axmedu axmed wannasaa'iyu watirmidiyu wasaxaxahu, tirmidi waa saxiixiyey xadiidka. waxaa kaloo soo saaray xadiidka ibni xibbaan abu yacla fi musnadihi, sanadkiisuna waa saxiix. waxaa laysku khilaafay xadiidka rafcigiisa iyo waqfigiisa, sawaabkuna wax weeye inuu xadiidku mawquuf calaa caaisha inuu yahay oo uusan nabiga gaadhsiisanayn salawaatu rabbi wasalaamu calayh. bimacnaa yacni mawquuf markaan leyna waxaan ka wadnaa qaybta hore, laakiin qaybtiisa dambe oo ah wa ina rasuulullahi sal alay wasalam kaana yafcaluhu waa rafcin, sidaasaana sabab macnaha. tayib, qisada hore caaisha leh laakiin oo hadalka hore ah, amarka hore ah, laakiin qaybta dambe wuxuu kutusay xadiidku inuu marfuuc yahay, saasaana sawaab macnaha. isla xadiidkii hore macnuhu ku tusay buu faa'iidayno ah in biyaha la isticmaali karo oo lagu isjeysan karo ay mashruuc tahay oo iyaga keligood lagu gaabsan karay. wa can abi hurairata radi allahu canhu can annabiyi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wuxuu ka wari nebiga qaalay inuu nebigu yidhi nasalat, waxay soo degtay haadihi alaayatu, aayaddanaa soo degtay fii ahli quba, ree qubay ku soo degtay. quba, masaajidkii quba iyo xaafadiisi raggii deganaa ama dadkii deganaa bay ku soo degtay aayaddan. aayadde wey fiihi rijaalun yuxibuuna an yatatahharuu wallahu yuxibu almutahiriin,
فيه مسجد كادحدي سوحا كسوان رجال رج أو يحبون جعل أن يتطهروا إن إصطاهريان والله ألنا يحب وحو جعله المطهرين كوا إصطاهريا تطنع الله أماني وإذا سودكتو ألا جعليه إنو جعليه كشيغي وأيضو وحيكو سابسان تهي ريقوبا قال وحوري كانوا وحي أهايان يستنجون كوا كو استجيستا بالماء بيي كو استجيستان جرين فنزلت مركز سودكت فيهم لحظة هذه الآية تباكو سودكت بيي كو استجيستان جرين مركز الله وحو أماني ظهار قادة شضودة أو إسوكو جرت استجدي يقويسكي يويس قادتكي يكل إسوكو جرت ما دام بيي أي كو استجيستان جرين إلهي ظهار قادة شضودة أماني وانا كو جعل هذا عايكو توسي مركا إن بيها أو لغو استجيستاي أي تهشي ألا جعليه معناها سي أيد فايدس يو حديث كفايديني حديث ثاني أسانيد دي سرمانت الضعف إيا مقال كما مرنا هل سند أو نوض قشان إن لوه له مفضة لكن أسانيد دي سمرك اللي سوق يو حديث هو حسن لشواهده شواهد دي سمرك ضرغ دي سلا كل ميو أيو حسن نقنية وحا صحيحي يعني وحويان ابن خزيمة حاكم ذهبي الإمام النووي شيخ ألباني ابن حجر يسوي فتح جنا سنة كيس وكو ضعيفي تلخيص وحدي لو كو محمد هاي تلخيص كنا لوضع وضع فتح جنا وكو تحسي وكو تصحيحي تلخيص كنا وكو ضعيفي حديثكم مركب واحد يسوقن ضروق دي سمركة اللي سوقه يحسن نقاية هذو سوقنا دنا معنيه حديث تهرا أي فائدة سي معنى كسيات سنبو فائدينه بيها أو لغو استيشيستو إنا يبطهي فضيلات ليرادة إنا إلا تهي فائديني حديث كان معنى رواية كلا تشيرتو حديث كان كم إذا أو إنت بدن كتب تشافعية ذا يوفيقك يعني فوق هذا كتب توضا كتال أو رهيسة مركي لويديي ريقوبة آيادنا إله إذن كو أمانا يمحاد سميسان أي وحي لهذين وحن كل منا أن إسكدرنا رجح إيبيه يعني رجح أن مركو هرم مرسنا كدي من إيبيه أن كويسجونا رواية السيد أصلح إسحاق بزار بصوص ساري وأنا ضعيف جدا بل هو منكر رواية منكر رواية الله إسحاق وحن جم عن شرني إيبيه إي رجحيانتا ما سجنا رواية الصح ذي حديث كوكو حسن كون قنيه وامدا هرم الله إسحاق إيبيه أن استعماله أما كل من توضو وضعيف سيدا سي علماء ذو قريان بل إمام النووي عليه رحمة الله وحب لي هيبة رواية ذا جمعين تولا وضو ذو اللي سكود دريء كتب تصنان كي حديث كما بطالبو لكن وحا كقر سنتي بزار باسو ساري واسي منكر وي معنا مصقنا طيب المهم حديث تاسي وحي فائدة وحلي لها حديث تاسي وحي دمان تتفائدين إسا معناها إن بيها استعمال كود ومشروعية كل قدر لغو قابصه روحة ورية حديث كادم بأبو داود ورية والترمذي وابن ماجه سيدا وحاقبة إن بيها لغو قابصن كروحة قبة جماهير أهل العلم باقبة أو أي كمدهين أفرط إمام وحنا خلافي بين نري صحابة قار كمده يتابعين تا أو لغا فهميه هذا الكود اللي قفه ميو على أقل تقدير إني كراهي سنشرين بيها استعمال كود طيب لكن ورأي اللي قحوك بدين يهو صدح ذا حالة ضد مرك بيها هو كل قول استعماله حديثنا كصار أرت بقى حيان تو كل قول استعمالنا حديث تيدي وان صامرنا طيب لابد وضو اللي سكود دارنا علماء ذا قاركود وحي ليهن واحد دليل أو الله هيو حديث الله هيو ما تشيرو إن لابد وضو اللي سكود داركا لكن جماهير توحي قوان وأفرط إمام كم يديهين إن للجمعية إن فضل فضنت سيدا هاي لهذين لكن مركل لهذا محاء الدليل دليل نص الله لماي والله وضع ذي الله يسكو ضرية حديث كان يؤدي لشهدان هذا أن تلمامين يساقنا ومنكر سان تلمان معنا أذيك وحويان وحدي بما إله وح مشكلة ما إله إن شاء الله تعالى باب وجوب تقديمة الاستنجاء على الوضوء وحكولون صوت الماني oo mudan mar labaad inaan ishaarno dhagaxyaanta marka la isticmaalayo cala raajih khilaaf ku jira laakiin sida xoog badan dhagaxyaanta isticmaalkooda shardi uma aha in aad biyo weydo oo culimada qaar baa waxay u fahmeen sida gabagabaysigo kale weeyo
markaad biyo weydo unbaa la gabagabaystaa. dhagaxa lagu istijoonayana waa sidii gabagabaysigoo kaleo markaad biyo weydo unbaa dhagaxa la isticmaalaa. sidaa culimmada qaar baa sidaa u qaatay, sidaana rajaxay, laakiin waa laga xoog badan yahay. wasawaab waxa weeye adigoo biyihii heli karaad ku kaaftoomi kartaa dhagaxyaanta iyo waraaqdaad ku kaaftoomi kartaa. saas way macnaha. tayib, baab wujuubi taqdimati alistinjaai cala alwudu, wuxuu baab u yahay wujuubi taqdimati alistinjaa, istijada horumarinteeda waajibnimadeeda, cala alwuduu'i weyse qaadadka laga hormariyo. in istijada iyo weysada istijadu horayso inay arrinkaasi waajib yahay buu baab u yahay. oo horta aada soo istijoon oo adoon istijaysayn ayna weysa kaa asaxayn, ood weysada soo istijada hormariso kadibna istijada kadib inaad weyse qaadato, sidaa inay arrintu u kala horayso ayuu baab u yahay inay waajib tahay. baabu wujuubi taqdimati alistinjaai cala alwuduu, istijada oo weysada laga hormariyo waajibnimadeeda ayuu baab u yahay. can sulayman ibnu yasaar qaala, wuxuu ihi arsala, wuxuu diray caliy ibnu abi taalibin radia allahu canhu almiqdaada, miqdaad buu diray ilaa rasuulillaahi buu u diray sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, yas'aluhu xaal uu miqdaad weydiinayo rasuulka, can irrajuli ninka, oo yajidu helaya almadya, madida helaya. miqdaad inuu nebiga soo weydiiyo nin madi helayo oo madidu ka imaanayso. waan soo sheegnay madidu waxay tahay abwaabteeda, waan soo marnay. faqaala, markaasaa wuxuu yihi rasuulullaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi yaqsilu, waa dhaqayaa ninkaasi, dakarahu, xubinkiisa taranku dhaqaya, uma kadibna liyatawada, ha weysaysto. yacni yaqsilu waa dhaqayaa bimacnaa, waa khabar bimacna alamri, wa ha dhaqo kadibna ha weysaysto. wa roo waxaa wariyay annasaa'iyu, nasaa'i baa wariyay lafdigaas oo uma dhahaya yaqsilu dakarahu uma, nasaa'i baa iska leh. abu daawuud iyo ibnu maajah xadiiska way wariyeen, laakiin lafdigoodu uma ma ah, uma ma aha umada oo xadiidka meesha hadda laga deliishanaya nasaa'i bay khaas ku tahay. tayib, xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira, inqitaac baa ku jira, lanna sulaymaan ibnu yasaar waa taabici kabiir ah, laakiin sida loo badan yahay miqdaad ibnu alaswadna waxba kama maqlin, cali ibni abi taalibna waxba kama maqlin. sidaana waxaa qaba alimaamu shaafici, bayhaqi, ibnu cabdilbar iyo ibnu xajar iyo keyrkoodba waxay leeyihiin waxba muusan ka maqlin. wabitaali sanadka xadiidka inqitaac baa ku jira oo dacfi ah. tayib, xadiidkuse shawaahid buu leeyahay oo ku asaxaya, laakiin lafdada uma ah, uma oo hadda istidlaalku ku socdo iyadu shaahid ma leh. sidaas daraaddeed lafdigan hadda xadiidka loo deliishanayo waa daciif, wax xoojiyana male, sanadkiisuna waa munqatic. xadiidku sidaas waa, amaa ka xadiid ahaan iyo intiisa kale asaga shawaahid buu leeyahay oo axaadiid kale u markhaati kacaysa. macnaha xaggee laga deliishanaya xadiidka? waxa uu deliishanaya imaamku ruuxii waxa uu nebigu uri sal alay slam madidu ku dhacday ee madidu ka timid, yaqsilu dakarahu, xubinkii buu horta dhaqaya. soo ma dhaqidda xubinku waxa weyaan soo istijaysigii maah iyo nijaasada zuulinteeda. maxaa ka dambeeya? uma, markaa kadib, markuu istijaysta kadib oo xubinka dhaqo, uma liyatawada, weysadu waa dambaysaa marka. soo ma saas uu deliishanaya oo umada waxay faa'iidaynaysaa tartiib maca taraakhi, labada shay ee isku cadaftay say hadda u yaallaan inay u kala hormareen oo loo kala hormarinayo, kalana dambeeyaan oo aynan isgarab socon karin, kulmi karin. saasay faa'iidaynaysaa. marka umadaasuu deliishanayaayo waa inay istijadu hormarto kadibna weysadu ka dambayso. laakiin waxaynu nidhi umadu waa daciif, lafdadaa uma ah xadiidka sanadkay ku timid waa munqatic, wabitaali waa daciif. say sax ku tahay xadiidku wuxuu ku soo arooray bilwaaw, saas sax ku yahay. waliyatawada wawduna limutlaq iljamci bay faa'iidaysaa, mutlaqu lishtiraak unbay faa'iidaysaa. soo ma labadan inay xukumku ka dhexeeyo unbay faa'iidaysaa, laakiin inay kala horreeyeen ma faa'iidaynayso. saas daraaddeed xadiidkan istidlaalka loo deliishanay masaladaasi taqriiban ma xoog badna, ma tabar badna.
ومركي لفظك ثم وضعيف نقض هذو لفظك السجن لها صح استدلالك يعني ماشي سنق لها لكن ثم هذا ضعيفته حديث لفظك صح ذا وو نقضه مطلق الاشتراك بمركة فائدينه إن استجد يوي سد والله سمينه لكن سيء كله الريان وودو مفائدينه سنة الرساس مكة حديث وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه يسوي قال وحر يا رسول الله رسولك إلهي إذا قرتي جامع أو جماع أرق الموضو أما أو جماع الرجل ننكو المرأة هوين إذا أو فلم ينزل أو سنبيكين بيد الشنين أو بيا إنا كيمان واق الموضي لكن وحبا كما إيمان محو سمين يا الله قبل السنة يا مثل وحق الله سمين قال النبي وحر صلى الله عليه وسلم يغسل وحر دقيا ما مص وحي تابتي المرأة هوين إذا أو منه حقي سكأها حب كيسة وحي هوين إذا قاري أي رقيا شاسو معنا ثم كذبنا يتوضأ ويسيسنيا ويصلي وانا تكنيا أخرجاه بخاري مسلم بصوص صار حديث كان وحفا إذي لنكو هدو هوين إذي سأوق الموضة أما هوين أوق الموضة بينا أي سنكا إيمان إنو سنقا بيسكوها تشبين كلية حب كوحي أم هوين إذا قاري رقيا كذبنا ويسيسنيا صلاة دي سنوات كنيا طيب حكم كاسي ومنسوخ سي شيخ سيكتون حكم هروة إنما الماء من الماء مركي أهيد به ومركي بيكاي مادان ان قبيس كواتشي بشري لكن والا بدلي واوتك دونا أبواب قبيس كمركان قارنان كغاهل دونا مركا كحكم أهان هذا ومنسوخ والا بدلي لكن شيخ قاب كي ودلي شنيا وحودلي شنيا حلقي أن مسألة قال ماذا أن لهين بيكينيدة xilligii aan qabayska laga waajibinin xilliga isaga ah xubinka dhaqidiisa oo istijada ah soo ma iyo weysada kee dambeeyay waa u kaadi xubinka waa la nasakhay lama nasakhin mas'ala kale way noogu kaadi laakiin xubinka in la dhaqo oo istijadii ah iyo in la weysaysto kee horeeyay oo nabigu xadiiska ku hormariy soo macda يغسل ما مس المرأة منه واستجدي معي المركة ثم مركة كذب يتوضأ مركة استجده الرئيسة كذبنا ويسقادت كهدم فيه طيب وحد كده ذكرت مركة إنا ترى هذون وحال بدلي قبيسكي عن واجب كأهين بعد ديب لقى واجبي لكن مسألة دي اسمه بدليش استدنا هذا هو طاعة إن استجدوا هالرئيس وكذبنا قبيس ومحن ودم بي محن ويسد ودم بيسو حكم كذا لما بدلين استدلال كاس مركب استدلال صح هو حديث كي قابك إمام كودل شيء وصح أما حكم كبدل كيسيا نص خيسو ومسألة كلاوي معنا وشيخ المرك وحكم هذا الخبر حديث كان حكم كيس في ترك الغسل قبيس كتجتان كيس لحدي سكو سابسا من ذلك أرن كاسي حكم هذا الخبر في ترك الغسل قبيس لقته من ذلك أرنك لقى قبيسته أو قال ماذا أن بيها يعني بيه قصوا بحنا منسوخ ويحكم كاسجي آه. وسنذكره أن الشيء دون نبوري في موضعه ماشي سان كل شيء دون أبو غابتا قبيس كوكاها الله يمشي سكاها دون معنا أما حكم كان هراء أو قصاب سان حديث كويمد وإن أن أرنتا لقى قبيسان الشيء يكاسي ولا بدلوا ومنسوخ معنا المهم مسألة ده ورك اسكوسو دودوب ايه كم مسألة اهان سيدا امام كو شاقه بيصح كو تهي علماتنا تقريبا اسكوها فقسين او استيشو وين يهور مرتو كدبنا ويسادو كدام بيس وإلا ما صحيس اما وحان هدى كاها الليني وقاب كحديث كاللود اللي شنية يستدلال كنص كمعنى ابواب سباب ابواب السواكي وسنن الفطرة وحباب يهي عضيقا ابواب تيس أما عضي يشد وسنن الفطرة هي فطرة السنن السنن كذا فطرة ما حول حي أنا يبغى قرأ يبغى بس يا مكو قرأ
war cajaa'ib badan. Ana kayma qoray. Baabu nahyi reebidii buu baabu yahay can masi dhakari xubinka taranka taabashadiisa bil yamiini midigta lagu taabto layska reebo wa can ilistinjaa'i layska reebo istijaysi bihi yamiinka iyo midigta lagu istijaysto buu baabu yahay in layska reebo laysu diido in xubinka taranka midigta lagu taabto iyo in midigta lagu istijaysto oo macnaha wax weeyaan lagu dhaqo saxaradii ama kaadidii ama laysagaba tiraba markaad haysato dhagax haysato can cabdillahi bin abi qatadata can abihi qaala wuxuu yihi qaala rasuulullahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu yihi idaa goortii baala uu kaajo axadukum midkin falaa yamassa yuusan taabanin dakarahu xubinkiisa taranka biyamiinihi midigtiisa yuusan ku taaban wa idaa goortii ataa uu yimaado alkhalaa'a meesha uu ku xaajo gudanaya ama xaajo gudashada markuu yimaadana falaa yatamassax yuusan isaga tirin biyamiinihi midigtiisa yuusan isaga tirin wa idaa shariba markuu cabayana falaa yashrab yuusan cabin nafasan waaxidan hal neefsi yuusan ku cabin hal neefsi bimacnaa wax weeyaan inaad cabto ood afka ka qaado haddana cabto haddana afka ka qaado laakiin hal neefsi adoon neefsanin hal mar inaad biyaha ama cabitaanka cabto taasuu ka hadlaya xadiisku diideen waan utegi doonaa meeshiisaan ugu tegi doonaa insha allahu tacala أخرجه وحور حديثك البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود بن ماجه مطولا أسقوا لديري ومختصرا يسقوا لسوق قبيب أسقوا حديثك قابين يهين ويوريين أسقوا ديرنا ويوريين حديثك سيوحو فايدين إلا وأرموت مركات كاتشا يسو إن هذا الحبين كتران كعانتك وقبن ميدك تأ بمعنى هدو كما رموا إن لقبته إن بذح ذلو غبته محايا ليك عانت ميدك تأ waa yani waxa waxyaabo kale loogu talagalay marka waa la ilaaliyaa waxaa laga ilaaliyaa yani cuntadii iyo waxyaalahaas loo isticmaala kadalika markuu ruuxu xaajo kuto oo uu doonayo inuu iska tiro ama uu istijaysto inuusan midigta isaga tirin kuna istijaysan aasaasu macna ayib yani tiriddaasi lagama wado inaadan dhagax iyo waxba isticmaalina ayadii aada isaga tirto oo iyadii meeshii dhagaxa iyo aada geliso waraaqda taa lagama hadlayo lanna taas maba sameeyo ibniaadan kuma sameeyo ee waxaa laga wadaa wixii aada ku tiraysay midigta ha ku qaban taasaa laga wada waxaad ku tiraysay hadduu dhagax yahay ama waraaq yahay midigta ha ku qabanina bidixda ku qaban ayib waxay isweydiinayeen culimmadu hadduu ka maarmi waayo in uu bidixdii ku qabto xubinka midigtiina inay caawiso u baahan tahay maxaa la samaynaya masalan waad kaadiday kaadidii inaad iska tirtaad rabta dabcan bidixdii baa xubinka qabanaysa soo ma bidixdii intay xubinkii qabato haddana ma tiri karto oo waraaqdii intay usoo qaado kagama tiri karto midigtii waa inay caawiso say u caawin waa xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah yaa masaladaa waxoogaa ishkaal bixiyo wuxuu leeyahay wuxuu samaynayaa dhagaxa ama waraaqda wuxuu ku qabanayaa midigta xubinkiina wuxuu ku qabanayaa bidixda bidixda markuu ku qabtana midigtu ma marmarinayso iyadu dhagaxay hayso iyo waraaqday hayso ma marmarinayse xubinkaa la marmarinhayaa buu yihi marka bidixdii baad isticmaalaysaa midigtu iyadu shayga unbay haysaa ma marmarinayso laakiin xubinkaa la marmarinahaya sidaasuu ku qiilbixiyey oo xogaas isku waafajiyey ibnu xajar caleyh raxmatullah wa can xafsata zawji nabiyi nabiga xaaskiisa ahi sal alay wasalam waxaa laga warin anna nabiya nabigu sal alay wasalam kaana inuu ahaa yajcalu mid yeela yamiinahu midigtiisa wuxuu u yeeli jiray licacaamihi cuntadiisa wa sharaabihi iyo cabitaankiisa iyo wa thiyaabihi dharkiisa wa yajcalu wuxuu yeeli jiray shimaalahu bidixdiisana limaa siwaa dalika wixii aan intaa ahayn buu u yeeli jiray yani wax weeyaan midigta wixii cunto iyo cabitaan iyo dhargashi iyo wuusa iyuu ku qaban jiray bidixdana waxaan intaa ahayn fii isnaadihi sanadkiisa waxaa ku sugan xadiidka isaga ah abu ayuubin alifriiq nin la yidhah cabdullahi ibni cali wa fiihi maqaal abu daawuud baa soo saaray waana daciif cilladuna waa ninkaas uu meesha ku sheegay abu ayuubin ifriiqiga
وعن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة قالت وحي تري كانت وحي أهيد يد رسول الله النبي جعنتي صلى الله عليه وسلم اليمنى أمدكتا لطهوره بيء أهيد دهار قاد شديس وطعامه يعنتدس وكانت وحي أهيد يده جعنتي سأل يسرى بدحدانا لخلائه حاج جودت كيسية مسقليسكيس إيه وما كان وحي أهادي أو من أذن لبأ يعني وسخة روح ومعنى وحي وحي لها يعني للصدع روح وري أبو داود وري وإبراهيم إبراهيمنا لم يسمع كموسا مغلين من عائشة كموسا مغلين فهو حديثكم منقطع وكلقوا أن يهيبوا سيد المقرى وحي لها آه. بمعنى وحي إبراهيم بن يزيد النخعي عائشة لموسا كل من من السوق قارن ساس ترادد حديث كالسنة كيسوا وكلقوا أن يهي وأخرجه وحصوصاري أبو داود بصوصاري أيضا من حديث الأسود عن عائشة بمعناه حديث كلوكو معنى يعني وحوي أسود ابن يزيد النخعي عائشة وصوصاري وأخرجه أيضا أخرجه وصوصاري أيضا في اللباس بكصوصاري وحصوصاري أبو داود من حديث مسروق عن عائشة بمعناه حديث كلوكو معنى من ذلك الوجه وجه إستقى أبا أخرجه حديث كصوصاري البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ووجه الضنباء ووجه مسروق ابن الأجدع عن عائشة طريق قاس أي كسو صارن بخاري ومسلم يترمذي الرجل وشيغي مرك طريق قاس صحكو يا حديث أما طرق ظهره وضعيف سيدا شيخ وتلمامي المهم وحوي أن حديثنا وحي تلمامي سا إن الحبين كترنك لغونا قبنين ميدكتا محوة هاي لغونا استجيسنين أو أن لغو مسيحين أيو تلمامي معنا haddii loo diiday xubinkii taranka midigta in lagu qabto in afka lala aaday warkeeda meel iska dhig shaqada reer magaalka waayaan ay wadaan oo su-aasheedu aada u badan tahay meel saartaa iyada haddiiba midigtii loo diidan yahay afkii bini aadamka in lala aaday taa meel saar waana nooc oo يعني وحي كتشرتا تشبه بالكفار بقى كتشرتا افكو وماشي علوشا يور كتشرتا ونو حمريين حبن كان ومظن او شيرمس يا وسخ يا وحبو مظن ويا وماشي حمانتو كسو بحيس مين ليس لآدم مركما رسالة تشرتا محمد هاي شيخ محمود شبل وكقر مسألة هذا يلا وقيم بخصوص هذه المسألة وركي حاجة ننكي حاسكي سي اي حاجة قدنيان ما بنان تهي إن إقابك نوع عاس وكلا استمتاع السميان رسالة شيخ ويدي إن شاء الله تعالى طيب أبواب السواك وسنن الفطرة وحباب يهي عضي الشذا أبواب تهي هي فطرة سنن كذا فطرة وحل إلى هذا سيدة إمام الخطابي أولي هاي علماء بضن كورنا وكسو قوريني الفطرة وحل هي السنة وكو عين نقونيسا سنة تدت كذا وعلى علماء قاركود يقول الماما يان الفطرة هي الدين بيليه سيدة أنا جماعة من العلماء باقبتا معناه أن غنيسة دين تشدت كذي أما السنن كذي بنقني أصله أصل كفطرة وحل إلى هذا الخلقة المبتدأة سيدة أبو شامة أوليه هي بمعنى وحويان أبورك إلهي وكب الله بخلقك أيال إلى هذا فطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله مرك أبورك أصل كإلهي ومخلوقك كو أبو ريبا فطرة ليلة دين إيه بمعنى الإسلام نو يكوت ماذا وعلى قوة ذا وأنا أتجد أن سنن الفطرة الرماء ونكسن أو توصنان إسلام نمو أو لغسو قاري أنبياء يددك صالحين تأهل لغسو قاري شرائع دون أي قرتي هو سواح لي هذا سنن الفطرة أما خصال الفطرة لينا ونكيني دونا إن شاء الله تعالى أبواب تصوص عطوك أهل دونا سيدة مثلا محوة هاي قدنين كأيو شاربتو لقوية إيو وحس رماه نوع عصو كلا فربضان ويصوص إن شاء الله تعالى أما السواق وحويا وعضي الشدة أبواب تنهدأ بلابينا يدو إساقوك أهل دونا سواقنا كلمة السواق مروى مصدر أو عضي الشو مرنا قريقة لغو عضي ذا لغو مقعبة وعضيقي عضي نوالي له ذا عضي الشد نوالي له لبضو ما يكتم هذا معناها ومرنا ومصدر مرنا واسم الله
باب الحث بورنتي وباب يها على السواك ليسكو بوري عدقي وذكر ما يتأكد يو شيغيد لشيغو وحا أتكان يو عدقي عنده أكتس يعني مركا سنة أدق نقني أو حكم كيسو أتكان يو شيغيد ده يو بورين عدقي ليسكو بوري وحماشا كودا سيقود عدقه يا عدقه شادة شرع عددتك وكو بوريس لكن ما لها قار كود وهذا سي أتكانية وسنة نمدي سي حوم كيسو سي أتكاني ما لها نوات المامي دون إن شاء الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة مناسبة إلى هذا وحوي بركة بي يوغي صبر طوط وحي نتشاساء يا وحا نتشاساء هيني صوك لبرت وقاب كادو يستشون صبر طوط سو استشيساتو ويسدي بعد مركة هذا قد قل ربته أنت هذا ويسي سنين ويسي هذا وحاك هرية سو عادي كما هرية عادي قبال القبري مرة سيال الله عادي قرر المال عادي مناسبات كذا وحاس على القبرة والي ولي لما قال مرة ويسي دي وحنا رو ويسي دي كهرية. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوري السواك عادي يشدو مطهرة وظاهر للفم أفكا مرضاة ورالقرين للرب الرب للرالقرين أما للرب أسقنات روح وري أحمد أحمد وري والنسائي وهو حديث كان للبخاري وأسقنات تعليقا تعليقين در تعليقين معناه تعليقا بأسقنات يعني بخاري وحو سو ساري إساقو معلقة معلقة روح لله هذا حديث كا ولقات شرو سند كا باللوغيس نن أما الله من نن أما كبضا وإسكو حيقا أيال لله هذا معلق لله تاسو معنا والنوع كم إذا انقطاع كم إذا لكن مقع خاص كابولي نينك أقوه الرئي الشيخ يسو تشريا أما الشيخ يسي الشيخ كو حقبه وتشريا كسد حادو كاب الله بي أما الرواد دورنا انتو وضا تشرو سحابي كاب الله بي أوليه قال أبو هريرة مربها دي تشريد سند كان لقوي أي باللوغة سند كأي كاب الله بي وحالي ده معلق بالله بخاري مركب حصوص علي إسقوا معلقة تعليق بخاري والله من نوعه معلق بصيغة الجزم هي معلق بصيغة التمريض مرنا وحوله روية يذكر أنه إنه كرني هاي بتلمامة يضعف كتره مرنا وجزمينا يا وحوله قال فلان روى فلان قال فلان رسوله مركانا ومجزومه سيدا وحي كوي ماذا انت بدن وصحيح تاسي معنا مركب بخاري ليس هو معلق ابو صوصاري حديث كان سيده كلا وحوري الامام الشافعي في الام وفي المسند ابن خزيمه ابن حبان في صحيحيهما وحا صحيحيه الشيخ الالباني ابن خزيمه ابن حبان هرتيبي صحيحيان شواهد فربضا لو ليهي او جماعه كلا الصحابه كم اذا لا ورينيه وسوي حديث مركب وعونة المامية حكمة كتشرتا عضي الشدة لو حكمة وكتشرانو أفكوا النظيفين يا وطاهرين يا حكمة الله بعدنا إلهي برهالي قلنا يا والله تبارك وتعالى أدونك الرالك أن رضا إلهي بو السبب النقضة سياسي معنا مناسبة إلى هذا هنا وحويان أدونك مركة ربك هر استاقى يا تبارك وتعالى وين نظيفية وأوسن سوء رينين محايا لي الله تبارك وتعالى مركز هور استاغي سوحا للرباق هي أدى إيقابك أقفي عن إنا تكوهر استاغت طلبات ملائك باكو لحريدة ملائك تنسيد النبي كسون صلى الله عليه وسلم تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وحي لبسانيسا وحي ابن آدم كل لبسانيه مركا مناسبة دا ساكوشرت إن أفكا مركا لنظيفيو لعضي معنا حكمة دا ساكوشرت وعن زيد بن خالد قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحوري لولا أن أشق إن أن لبا يهدي للأي على أمتي أمد إذا كر كذا إن أن لبا يهدي للأي وأن كبقين وان دي للأي هون وأن كبقين لأخرت وان دبدي لها صلاة العشاء عشاء سلادس إلى ثلث الليل إلى هبينك ثلث كيس لا جاريان ودبدي لها ولا أمرتهم وحاكلون أمر لها بالسواك عضي شدان أمر لها عند كل صلاة صلاة كست أكثر روح وري أحمد أحمد والترمذي وصححه ونصححي الترمذي حديثك
طيب حديثك ولا بجمله جمله صلاه عشاء كسابس لوضو ذا اسكاله احمد الترمذي باسكاله جمله هره اما جمله الدنبه ولا امرتهم بالسواك عند كل صلاه جمله الدنبه ومحل شاهدك وحا سو ساري ابو داوود يغير كبه او لا وريه ايغا لكن اسا قيبته هره مله لولا انا اشوق على امتي لاخرت صلاه العشاء ترمي ملها ابو داوود مله وحا اسكله احمد الترمذي باسكله لكن قيبته الدنبه بو لقبا ابو داوود أبو داود حديث كمركو وريه كدي وحو سيادي أبو سلمة وصحابي تابعي حديث كورنا يا صحابي أي وحولي فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب وحن أركيب أبو سلمة صحابي زيد بن خالد الحديث كورنا وحن أركيب لي أسوغ مساج كدحفرية oo cadaygu uu ka saaran yahay dhagtiisa meesha ruuxa wax qoraayay uu qalinka ka saarto yacni ruuxa markuu kaatibiyo wax qoraaya qalimada waxay saaran jireen dhagta korkeeda dhagtay gelin jireen meesha meesha iyada ah Zayd ibn Khalid oo cadaygu ugu jiraan arkay buu oo masaajka dhex fadhiya muxuu ku sameynaya fa kullama qama ila salati istaakabu markasta uu salaada isu taagaba cadaygu afka marsanayay يعني حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وكعمل فلي وصحيح حديث وعنا فأيدينا يا قيبتي السهر وينوي ما ندون صلاة عشاء إن لدب ديكو إلى هبين كثلث كيس لقاري أفر ساعة ملاهاس يوحي كل دو تا إذا وينوي ما ندون تا ماشي إنه ما ندون تا وصلاة كلية إن لدب ديكو أي في عنده ووقت كذا بالله وإن أنا لقيت كنين الدب لور ديكو لكن مشقة كوشرت ومدي ما حميلي كرت إن بضنا وكمل saas daraadeed buu nabigu sallallahu alayhi wasallam hadaanan mashaqada iyo dhibka ummadeeda uga baqaynin waqtigaas aanu dib dhigila tayib masalada labaad oo hadda baabka ku saabsan waxa weey waxa kaloon amri lahaa inay cadaydaan salaad kasta agteeda markasto ay salaad kasta isu taagaan inay cadaydaan wuxuu faa'iideynayaa xadiisku xilliyada iyo meelaha uu cadayga uu adag yahay oo sunanimadiisu ay adag tahay waxaa ka mid ah markaad salaad isu taagayso tayib intaas inoo faa'iideeyey waxaa kaloo inoo faa'iideeyey cadayashadu inaysan waajib ahayn xaggeen ka qaadanay lawlaa an ashuqa calaa ummatii nabigu sallallahu alayhi wasallam amarkan uu amray cadayga amru wujuub ma aha ee waa amru istixbaab إنوسن أمر وجوب هاي المحاكوتو سيا لولا أن أشق على أمتي لأن أمرك هدو وجوب فإذين لها ووجوب لولا تشيدو مشقة كدال الله مشقة دا إسوغ أمدي النبي صلى الله عليه وسلم يقلب كاسي كإلى لنا أيوسن كواتشي بنين ساس تراديد وحوكوتو سيا إنو مستحب يهي وأنا الرأي جماهير أهل العلم أي قبانو إن واتشي بيهي ركبا لغوري إنك سوغار كودا يلين كماسيح وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكور قال انه نبي يقول لولا ان اشق ان اندبو هدي للا يهي وانا كبقين ان اندبو على امتي امضي ذكر كذا لامرتهم وحن امر لها بالسواك عضي شدان امر لها عند كل صلاه صلاه كستاكتب روح وري الجماعه جماعه دي باوري طيب وحديث كيورو لمني وفي روايه روايه لوحا كسوغا ولي احمد احمد سجنات كذلك بيهقي الطحاوي يجون ويسو سارين وفي رواية اللي أحمد أسقناتي وحا إيادنا نحذ ذا لأمرتهم بنبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عضي شدان أمر لها مع كل وضوء ويسيس كستأكتيس وللبخاري وحا أسقناتي تعليقا حال يهمد تعليقي وسند كقيبتي سهرة شري وحا أسقناتي إنو لأمرتهم إنو نبي قول لأمرتهم وان أمر لها بالسواك بان امر لها عند كل وضوء ويسيس كستاكتس مركز توي ويسيسانية طيب حديث كل بضب وكو سجين عند كل صلاة نوا سجين عند كل وضوء نوا سجين وبالتالي وحو فايدينية مركز توي ويسيسانية سنة إنات عضية تافعة وما لها سنة نمت كي سوسيئت كانش مركز توي صلاة سو تاقي سنة إنات عضية مرسة تافعة طيب لوضع لفظي بنا واصح ولوضع بوا صحيح قال وحي البخاري
ويروى وحال لغوريا نحو حديث كان مد لمدة عن جابر بالغوريا أبو النعيم باكوس صاري في كتاب السواك ضعفي بانا كتيرا وزيد بن خالد نوالغوريا عن النبي حاله كورنا يصلى على بضوض باي كورنايا ويروى وحال لغوري نحو حديث كان مد لمدة عن جابر بالغوري وزيد بن خالد عن النبي حاله كورنايا صلى الله عليه وآله وسلم حديث كزيد بن خالدنا وكي أن هذا الصومر نو كان كهري صومات كاسو تلمامي حديث كجابرنا أبو نعيم باكوسو صاري في كتاب السواك كتاب حولي يا ليلادو السواك وعادك كريه وكألفي لكن لما هيا لليه لما هي كتاب كاسك وعن المقدام بن شريح عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال وحولي قلت وحاني لعائشة عائشة وحنكولي حديث قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وحد الشداء أصوليين وعين ود الشدان مركي كهالليان هل الأمر يقتضي الوجوب أم لا أمر كسيدي سبع مطلقة أصل كيس وجوب ميوفا إذا يام سماية ومسألة خلافية عند الأصوليين قل يها قبا أمر كمطلقة إن صارف له هيني إن وجوب فإذين با حديث كان دل الشدان أدل ذو كمدي حيلي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر مطلقة هدو كو إيمان لها إن أمد واجب كن قول الله يتبالغ فايدس صلاة أوامرت النبي قمرك إن وجوب فايدينس وكذلك أوامرت قرآنك بيؤد لي شدان سدا سانا صحيح حتى مرك على هلين قرينا صارف وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال وحولي قلت وحاري لعائشة عائشة وحنكوري رضي الله عنها بأي شيء شيقيبو كان أها يبدأ مذ كب الله بأن النبي نبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرت دخل وقال بيته وقريس مركو قريس سوق لي محو كب الله بيتشري وقبن شري قال ذو حيتري بالسواك عذي كب الله بيتشري عذي يشد كب الله بيتشري روح وري الجماعة جماعة بوري إلا البخاري والترمذي بخاري والترمذي موي حديث كاسوح فائدين مال كله أما حالات كله وعذي يشد si khaas ah ay ugu soo aroortay oo ah markaad gurigaaga sii galeyso markaad gurigaaga sii galeyso inaad cadayga afka marsato tayib laano slanti iyo muxuu ahaay haaski iyo waxba ku imaanay soma marka hadii xoga muxuu ahaay adoo si wax ka yihiin raayxa qarmuun iyo wax ka yimaadaan oo muxuu ahaay reerkii uu dareemo nufra ka imaanaysa oo reerkii waa dhibsanahay adiga barreerkaaga ma jecelid wax yaani sankaagu dhibsanahayo inuu muxuu ahaay kaaga yimaado soo ma adigana sidoo kale taa wax abdullahi ibn abbas soomaahin waxaan jeclahay inaan isu qurxiyo reerkayga sida aan u jeclahay inay isu kay qurxiso soo ma udgoon baad ka rabtaa adigana udgoon ha laga helo saas way macna marka xikmadaha ku jiray ka mid tahay in guriga marka la sii galay cadayga afka la marso وعن حذيفة رضي الله عنه قال وحول كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحوها إذا قرت قام أو استاغوا من الليل هبينك حجس مركو اسكتاغ أما من الليل هبينك قاركي مركو استاغوا وحوها يشوص مد مرمرية أما كتش تشبية فاهو أفكي سوحو مرمرين تشري بالسواك عضيق روح وري الجماعة إلا الترمذي ترمذي موي والشوص الدلكوة تشبين توه ومرمرنت أيا اللي يرضى معنا نظيفينت يلقيدنا والله إله ذا طيب حديث كاسي وحا كلو إنو فائدي إني كمي حال ذا خاص عادي قسيقوني وقوصو أروري إني كمي تاي الروح مركو أو هردك كع خاصة هبينك معايا لي هرددو ومظنة تغير الفم بالي لها إنو أفكو إسبدلو أو أركيسو إسبدلو أيي أبضانت معايا الروح مركو سيحضو caloosha waxaa ka imaanaya qaac baa ka imaanaya qaac caloosha ka imaanaya ayaa wuxuu keenayaa inuu afku isbedelo taas macna ama ruuxu muddo markuu aamusnaadaba afku isbedel baa imaanaya ama muddo markuu hadalka badiyaba isbedel baa imaanaya marka taasaa loogu talagalay hurdada marka laga kaco in afka lagu nadiifiyo munaasabadaas iyaduna leedahay xikmadaas walinasaa'i nasaa'i waxaa u sugnaaday can xudayfa taxaalu ka warinaya qaala inuu yidhi kunnaa waxaanu ahaynu umaru kuwa la amro بالسواك عضي شدان لا أمر جري إذا قرتي قمنا أن استاغنو من الليل هبينك حقي سمركان اسكتاغنو أما هبينك قرك هبينك مركان سو استاغنو أيان لا أمر جري إن أنو عضي يعني كهورو حكوتو سي حديث كهوري إنو النبي قسمين جري
kan dambena wuxuu ku tusayaa inuu ummaddiisa amray markay hurdada ka soo kacaan inay cadaydaan. Hurdadaasi hadda wuxuu ku qayday, habeen buu ku qayday, laakiin alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wacadama, mar kasta oo taqayuru lfam yimaado cadaygu istixbaabkiisu muakad buu noqonaya. saas daraaddeed baa culimmadu yani waxa waqtiyada ay dhaheen sunanimadiisu way sii adkaanaysaa bay ka mid tahay salaada, waysada, qur-aanka markaad akhrinayso, markaad hurdo ka soo kacdo, iyo markuu afku isbedelo. saasay yidhahdeen macna ayib. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وحوها يرقد مد سيحدا ليلا هبينك كان وحوها لا يرقد مدا سيحا ليلا هبين نما ولا نهارا إيا مال نما تونا أو فيستيقظ مركا أوتوس إلا هذين عضو تسوك وعضا ينشر إلا حال تسوك وعضا ينموي يعني مد يحجرين إنه هبين سيحدا أو مال سيحدا أو صوكعه إلا هذو عضا ينشر النبي صلى الله عليه وسلم. روح وري أحمد وأحمد باوري وأبو داود يا أبو داود حديث كسند كيس ضعيف وحنا كتشر نيل هذا علي بن زيد بن جدعان ضعيف كتشر وعاكله كتشرته إسلام ليل هذا أم محمد وعائشة كورن سيدنا مجهولة ده لا وضع الضوض بحديث ضعيف بلية لكن حديث كأنه كلا قادني لا يرقد ليلا يد الشواهد بيلاده هبينك مركوس يحضر صوكعه inuu cadayan jiray. soo axaadiisteed hadda mayna soo marin. habeenka hurdadiisa marka laga soo kaco axaadiistaasaa u markhaati kacayso iyadoo xasan bay noqonaysaa, laakiin waxaa daciif noqonaya oo shaahid waayaya qaybta dhahaysa nahaaran. saas daraaddeed waxaan leenahay lafdiga nahaaranta xadiiska daciif buu ku yahay, ama intiisa kale xadiidku waa xasan. saas macnaha wuxuuna faa'iideynayaa marka hurdada laga soo kaco in la cadaydo. waxaan dhihi lahaa ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqoto. saas macna baabu tasawuki lmutawadii biasbicihi biisbacihi cinda almadmadati wuxuu baab u yahay tasawuku lmutawadii kii weysaysanayay cadayashadiisa biasbicihi ama isbacihi fartiisa uu ku cadaydo cinda almadmadati luqluqashada agteeda. ruuxu markuu weyse qaadanayo inuu markuu yacni luqluqanayo oo biyaha afka u gelinayo inuu farta geliyo oo uu farta ku cadaydo oo farta marmariyo. saas macna ayib. yani khaasatan haddii markaa uusan haysanin wuxuu ku cadayn lahaa ama qorigii ama wixii kale zuulin lahaa, hadduusan haysanin oo farta markaa ka maarmi waa inuu farta isticmaali karo oo ku cadayan karo, ilkaha marmarin karay. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه علي دعا وحو أويري بكوز كوب أما ويل أو من ماء بياء بيا كتشرا فغسل مركاسو دقي وجهه وجهيس وكفيه إلى لوضا كف دقي وتمضمض ولغلغ ذي ثلاثا صدح قر فأدخل مركاسو قلي بعض أصابعه فريه سقار كمدة أيو في فيه أفكي سدحلي سقلي واستنشق uu sandaarsaday kadib thalaatan saddex goor buu sandaarsaday waghasala wuxuu dhaqay diraacayhi labadiisa dhudhun thalaatan saddex goor buu dhaqay wamasaxa wuu masaxay ra'sahu madaxiisana waaxidatan hal mar buu masaxay wadakara wuxuu sheegay baaqi alxadiis xadiidka intiisa kale uu sheegay oo weyse qaadadkii dhammaystirkiisa waqaala markaasaa wuxuu yidhi cali sidaa markuu yeelay kadib ayaa wuxuu yidhi haakadaa sida ayuu kaana ahaa wuduu'u nabiyillah nebi alle weyse qaadadkiisu sidaasuu ahaa sal allahu calayhi waalihi wasalam. rawaxa wariyay axmed axmed baa wariyay ayib. xadiidku waa xadiis saxiixa, xadiidku waa xadiis saxiixa ama waa xadiid xasana kolbay kii la yidhahda macnaa waa sugan yahy. muxuu faa'iideynayaa? wuxuu faa'iideynayaa cali bin abi taalibin oo weysaysanaya inuu markuu luqluqanayay uu farta afka geliyey. tabcan maxaa farta afka loo gelinay? bimacnaa in la marmariyo waay oo lagu cadaydo ayib. waxay ku tusi marka markuu sidaa sameeyey ayaa wuxuu yidhi nebigaa samayn jiray sidaa, waa rafciyey marka. waxay ku tusi marka inay mashruuc tahay oo farta la isticmaali karo. axaadiid kalaa kusoo aroortay, laakiin hal xadiid oo kaleoo masaladaa ku asaxay ma jiro. wixii kale kusoo arooray axaadiis badan waay, laakiin kulligeed waada daciif. xadiidkaasaa ugu roon waxa kusoo arooray farta oo lagu cadaydo marka la weysaysanay. waa sugan tahay masaladu, waana mashruuc wey macna. baabu siwaaki cadayashadii buu baabu yahay oo lisaa'imi u sugnaatay ruuxa sooman. macnaheedu waxa weye ruuxa sooman
معذيان كروا. عن عامر بن ربيعة قال وحولي رأيت وحن أركيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي مدة أنا كوبي كن يعني وقت بدن أنا كوبي كن إن بنبي أركي صلى الله عليه وسلم يتسوق ويسوق عذيان يه وهو يسوق أو صائم مد صومنا يعني وقت بدن أنا كوبي كن إن أيان أركي النبي جو عذيان يه أو هذا الصومن رواه وري أحمد وأحمد باوري أبو داود والترمذي وقال وحول الترمذي حديث ويا حسن أو حسن ليس بحسن وإنما ضعيف حديث قعدي ضعيف أحسن صار ابن خزيمة كذلك بخاري في صحيح معلقا بصيغة التمريض بكوس صار سنة كيسنا وحا كتر حديث كاسي عاصم من عبيد الله إن الله هذا ضعيف أيا سنة كيسة كتر صواب تاسون حديثك ضعيف ليه مسكنا معنا طيب سأصلى الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله مركو صحيح سكوس صار كذي بحول وأنا أبرأ من عهدة بول وأنا أبرأ من عهده أنا قبري بان كايب يعني عديس كاسي يعني وحوي أرنتيس بمعنى وحويان سجديس ما السجى يوي معنى حديثك وضعيف حديث أو سجنا لها وحو فائدين لها روح مركو سومية إنه عضي ينكرم طيب لكن السجوى دو ضعيف نقض أحاديث كلا فائدس إنه روح السجوى صومن أو عضي ينكريو وعن كم إذا حديثتين صومرني إطلاق هذا في عمومات كذا لأنه ما هناك لقادنا حديث صومة يعني ضد كوردن إيا حالات كوردن أي حديث تلمانتي إنه السنة هي على يشد عدي تلا هذا مركة كصومن ولقى ساري أو يساقو كمتشر أو مستحب أو ماءها أو ما استعمالي كرو دليل التخصيص أما التقييد بالوغة باهندونا ما عاد كقصار تبالي دليل خاص صارنا مهلي وبالتالي أحاديث عمومات كذي إطلاق إذا كفل المسألة ده إن روح إسقى الصومن وعضيان كري وعن عائشة رضي الله عنها قال ذو حيتري قال وحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحول من خير خصال الصائم روح الصومن أرمه ستأجو خير بدني السواك عضي شدوا خصالك وجمع خصلة 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 دنا يعني وحوي وأرنت أرين كم إذا رماه معنا من خير خصال الصائم روح الصومن أرمه ستأجو خير بدني السواك عضي شدوا روح وري ابن ماجه باوري ابن ماجه يا صوص علي وأنا ضعيف حديث كاس سنة كيس وحا كتر نير هذا إبراهيم ابن بيطار أو منكر أه صوب تاسون حديث ضعيف لي هاي ابن حجر وحو ضعيف في تلخيص الحبير شيخ الباني عليه رحمة الله في ضعيف ابن ماجه في السلسلة الضعيفة انت بوك كه الله ضدباني السلسلة ده صدح كن شنب غلط ضدباتني أفرال قاسك كه الله رقم كحديث حديث كاسي مركة مصقنا وحسلو دليل الشدي روح صومان إنو عضي ينكرو أيات دليل كلو دليل شنية أو سي خاصة أو سوار وري مسا سقنو تهزوز سقنان إن حديث كلمة دليل شنكر قال البخاري بخاري وحوري وقال ابن عمر ابن عمر وحوري يستاكو عضنيا عضي ينكر الروح أول النهار ما ننتا قيبت يظهر قلن كي ظهر وآخره يقلن كي صدن بابا عبد الله ابن عمر وصحابي أها صحابي جليل كأها أيو بخاري كورين يا بصيغة التعليق وجزمية إنو ابن عمر وليه تشري هداد صومنت هاي قلن هوري وعن إلى الروح قلن هوري قلن دن بابا وعضينا يا معنى وكلقات مالي معنى وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وحلقنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حكورا قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم روح صوما أفكيسا اسبدل ككرعا يأرك كصبحي أيا أطيب أدقون بدن عند الله إلهي أكتيسا من ريح المسك مسكيغا أركيس يأذيكيس متفق عليه صدح لي بصوصار وبه حديث كان خلوف كوحل إلى هذا خلوف نوال أخريان خلوف نوال أخريان بضم الخاء وفتحها ولا كرني كرا وانا لقودي كرا لكن وحي ليهين الإمام يعني قاضي عياض وحي ليهي وكسو قورينا يا علماء بضن كود إن خاء ذا لقوده أو خلوف
khaaabina wuxuu leeyahayba khada in la kor dhigo khaluuf la yidhaahdo waa min akhdaa almuxadisiin buu leeyahy. Muxadisiinta ayaa qaabkaa u akhriya waana khalad buu leeyahy. Luqawiyan waa in khada la godo la yidhaahdo la khuluufu, saasay rajaxayaan macna. Khuluufkana waxaa la yidhaahdaa waa isbeddelka afka urkiisa ku dhacaya, waa afka soo ura kana imaanaya calooshu markay marato ruuxa sooman, calooshu waxay soo saaraysaa yacni waxa weye waxaa ka imaanaya hawa ka imaanaysa, hawadaas marka way bedelan tahay iyadaa marka afka bedelaysa. Isbeddelka marka urkaasi caloosha ka imaanaya afka soo maraya ayaa khuluufka la yidhahda iyo afka isbedelay, kaasaa marka ilaahay agtiisa ka udgoon miskiga udaygiisa. Maxaa yeelay shaygu wuxuu ka dhashay cibaado ilaahay jecel yahay. Shaygu hadduu ka dhasho shay alla jecel yahayna, ibni aadamku haba dhibsade ilaahay waa jecel yahay tabaaraka watacaala, lanna cibaadaadka iyo aathaarta ka dhalataba alla waa jecel yahay. Masalan hadda mujaahidka markuu nabarku gaadho dhiiggiisu waa udgoon ilaahay agtiisa, dadku waa ursanaya, laakiin lagtiisa tabaaraka watacaala aad buu udgoon yahay. Marka waxyaalaha cibaadaadka ka dhasho oo dhan baas ilaahay agtiisa qiimo weyn ku leh. Xadiidkan waxaa daliishaday wuxuu imaamku yidhi wa bihi xadiidkan baa ixtaja, waxaa xujaystay man keriha ciddii kahatay assiwaaka cadayasho lisiyaaimi ruuxa sooman u kahatay bacda azawaali, qoraxdu markay zuusho kadib, qoraxdu markay bartamaha ka leexato dhanka ay u dhacayso wax yar u yeelato oo duurka wixii ka dambeeya ah, culimmada kahatay ruuxa soomani inuu xilligaa gelinka dambe ah cadaydo culimmada diidaya kahatay baa xadiiskan daliishatay buu yeyihiin alimaamu shaafici. Waa alimaamu shaafici laba riwaaya laga wariyaa, mid waa middan oo inuu kahan jiray, inuu kahdana waxa yacni sababtu ay ahayd wuxuu dhihi jiray isbeddelkan afka ku dhacay ee udgoonka ee ilaahay agtiisa ka udgoon iyo asarkan iyo raadkan alla jecel yahay buu cadaygu tirtiraya. Shay alla jecel yahayna in la daayaa la yaqaanay in la zuuliyo ma ah, sidaas daraaddeed gelinka dambe ruuxa sooman waa inuusan cadayanin ee atharka uu daysto. Halkaas imaamu shaafici caleyhi raxmatullahi masalada mariyey, laakiin lalama ogolaanin oo culimmada badankood waxay qabaan inuu cadayan karo ruuxa sooman gelinka dambe, waxayna u deliishanayaan cumuumaadkii iyo itlaaqaadkii axaadiistan soo marnay cadayga ka hadlaysa. Waxaa kaloo yidhaahdeen wax khasisayna lama hayo ama qayday. Ama xadiidkan imaamku daliishaday waxay leeyihiin macnaha lagama wado oo waxa weeye isbeddelku afka kuma yaallo ee isbeddelku caloosha madhan buu ka imaanaya, urku caloosha madhan buu ka imaanaya. Sidaas daraaddeed xataa haddaad cadayato khaluufkii waa joogaa bay leeyihin, khaluufkii waa joogaaye afkoo la nadiifiyey khaluufku kuma tegayo. Afka wasakhdii fuushay iyo unbaad ka tirtay, laakiin caloosha wixii ka imaanaya weli waa socdaa. Imaamu axmed caliy raxmatullah iyo a'imada sidaa qaba, bal a'imada shaaficiyada ayaa qaar ka mida imaamka khilaafeen, bal imaamu tirmidi caleyh raxmatullah baa imaamu shaafici kasoo guurinaya inuu laftiisu uu dhihi jiray dhib ma leh ruuxa soomani gelinka dambe inuu cadaydo. Tirmidi waa kasoo guurinaya. Asxaabtiisa rag badan oo ka midana sidaasay ku tageen, oo uu ka mid yahay abu shaama alciz bn cabdisalaam suldaan lculamaa alimaamu nawawi muzani, raggaasoo dhan waxay leeyihiin wax karaha kuma jirto in geli ka dambe ruuxa sooman u cadaydo, waana a'imadii shaaficiyadaba. Ibnu xajar caleyh raxmatullah wuxuu isaguna leeyahay asxaabtanadu madhabku ka wada, asxaabtanadu xadiidkan ay masaladaa u deliishadeen fiihi nadar buu leeyahy, fiihi nadar, waana taa macnaha waxa weye haddaan soo sharaxnay. Wa marka mas'alada wax karaha kuma jirto cala raajix oo gelin hore iyo gelin dambe ruux sooman iyo midaan soomanaynba axaadiistu cumuuman iyo itlaaqanba mayna kala qaadin, waxna soo kala qaadayo cadna ma jiro. Hada wabillahi tawfiiq, wasala allahuma wasalam cala nabiyina muxamed wa cala alihi wa saxbihi wasalam.